السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين تاعي سعيده كويزين. اليوم ان شاء الله وكما راكم تشوفوا راح نديروا بلا بالشوفلور. البلا هذا راح نديروه بطريقه شويه مختلفه. راح نقليوه بعد اللي نطيبوه. كما راكم تشوفوا درت ما يغلي، نحط فيه الكميه تاع الشوفلور اللي بغيتها. انا هنا درت راس، تخرج لي شويه كميه شويه كبيره. راح نتبلو بالملح والكمون. نخلي الشوفلور تاعي طيب على نار قوية ومن بعد نكملو البلا تاعنا. بعد ربع ساعة الشوفلور تاعي كان طاب مليح، قطرتو خليتو برد شوية. دونك واش راح نحتاج في هاد المرحلة؟ في هاد الكمية تاع الشوفلور كيما شفتوني درت راس متوسط، نحتاج له بين 5 و 6 بيضات، نحتاج بين 5 و 6 مغارف سميد يكون رطب، نحتاج شوية فرماج رابي قولو 2 مغارف حتى ربع مغارف كبار، ونحتاج شوية معدنوس. معدنوس مغرف كبيرة ولا 2 كيما بغيتو، تخلو تزيدو ولا تنقصو. هنا واش راح ندير؟ راح بالفرشيطه نمعس شويه الشوفلور تاعي، مانيش باغي نخليها هكا دي مورسو. ومن بعد نكسر البيض، نخلط فيه المقادير اللي بقاو الفرماج والمعدنوس، ونزيد له الكميه تاع الشوفلور، ومن بعد نزيدو الدقيق. نتبل البيض تاعي بملح، فلفل الكحل، وشوية كمون. كما شفتوني انا معست هنا الكميه تاع الشوفلور باش الكميه اللي زايده فيه تاع الماء تهبط. نخلط كلش مع بعض، ومن بعد نبدا نزيد كميه الدقيق او السميد، نزيد بشوي حتى نحصل على امباكت ما تكونش جاريه وما تكونش يابسه. Thank you.
خلاص انا الكميه تاع السميد تكفيني، درت 5 مغارف معمرين مليح كما راكم تشوفوا. دوك واش ندير؟ نحط المقله على النار، ندير فيها كميه من الزبده مش بزاف مع شويه زيت يسخن، ومن بعد نبداو نقليو الخبزات تاع الشوفله تاعنا. درت مغرف زبدة ودرت معاها تقريبا 2 مغارف حتى 3 زيت باش ما تتحركش. بعد يتسخن نبدا نطيب الخبزات تاع الشوفلوغ تاعي. هنا الخبزات الحجم تاعهم ديروا كما بغيتوا، كان بغيتوا خبزات يكونوا كبار ديروا المغرف تكون كبيرة، كل وحدة دير كيما حبت. إذا بغيتو يكونوا الأشكال تاعهم كل كي بعضاهم بنفس المقاس ونفس الشكل، ديروا بهذو ليمون، هذا تاع الشيكيك، أنا عندي هذا كبير بصح تقدروا ديروه بواحد صغير. هكا ونخليو الشوفلوغ تاعنا يتحمر على الجهتين ويكون جاهز. نتمنى تكون الوصفة تعجبتكم، إذا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناة لأول مرة تشوف لاشين تاعي، ما تنساوش تبارطاجيو الوصفة إذا عجبتكم وتاكلوه بالصحة والهنا وصحة غداكم. Mm-hmm.